إنه ملقب بألفيس بريسلي أفغانستان، الرجال يتشبهون به والنساء يعشقنه. الموسيقي فرحات دارية هو قدوة لملايين الأفغان في بلده، إنه يستخدم شهرته للحد من العنف الأسري. مؤخراً قام بحفلة استثنائية مكرسة لمشجعاته لدعم هذه القضية. في بلد نادراً ما تظهر فيه النساء إلى العلن، تحدت هذه المشجعات العنف والتقاليد ليحضرن هذا الحفل. كان من الصعب جداً أن أحضر هذا الحفل، لكن علي تقبل المخاطر، إنها أفغانستان. كنت خائفة قليلاً ثم قلت سأذهب وسأرى ما يمكن أن يحصل. الإجراءات الأمنية المشددة باتت ترافق حفلات فرحات دارية، فهذا الفنان الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح هدفاً للطالبان. أصيب 13 شخصاً في السنة الماضية عندما انفجرت قنبلة في إحدى حفلاته في حيرات، لكن هذا المطرب لا ينوي التخلي عن مهنته، هدفه الآن الدفاع عن حقوق المرأة. باستطاعة الموسيقي أو المطرب تقديم أهم الرسائل للمجتمع، وأنا متأكد من أنهم سيستمعون إليه. يلدى أحمد طبيبة نفسية تقوم في هذا المركز المخصص للنساء بمساعدة الأفغانيات اللواتي وقعن ضحية الاعتداء الجسدي أو الجنسي. لقد حصلت بعض التغييرات مقارنة بالحالات السابقة، لكنها ليست كافية. المرأة لا تزال تعاني من العنف، والنساء ما زلن يعذبن. يواصل فرحات دارية كفاحه عن طريق موسيقاه ليحقق حرية وعدالة أفغانستان، وكله أمل في تطوير بلاده.